يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وبدنا نكرر ونقول كل عام وكل امهاتنا بالف خير، والعنايه باطفالنا دائما هي الهم الوحيد لكل الامهات نادين، خصوصا بهيدي يعني المناسبه دائما لازم نضوي على هيدا التعب اللي عم بتقوم فيه الام، وقد ايه في بيكون في متطلبات للطفل هي عم بتحاول تكون محيطه فيها وتقدر تلبي له كل طلباته بكل ايام السنه. صحيح فاتنة، دائما بركز على نقطة كتير هامة، يمكن بكل مجال نحن عم نحكي أو بكل موضوع، الظروف لما عم تتغير فالمتطلبات عم تتغير، الحاجات عم تكون متغيرة، وبالإضافة عم تكون هي شوي صعبة على الأهل بأنه نحن نوفر كل شيء للطفل، لكن نحن اللي بنقدر عليه ونوفر له للطفل هو البيئة أو الحالة النفسية نهيئها بشكل سليم لحتى ينشأ الطفل بشكل سليم، وهذا الشيء يعني بدنا نتعب عليه أكيد، بدنا نشتغل عليه لحتى نقدر نأمن له هيدي يعني خلينا نقول مبادئ أو القيم أو حتى متطلباته النفسية قبل أن تكون طبعا مادية. مثل ما قلتي نادين، هي المتطلبات النفسية هي الأهم، وأكيد المتطلبات المادية إلى أهميتها، ولكن صحيح. كيف نحن ممكن نقدم هيدا المتطلبات، كيف ممكن نحدد الأولويات بأي حالة ممكن يقوم فيها الطفل أو يطلبها؟ رح نتابع هيدا الموضوع مع الدكتورة ماريانا مصطفى، وهي دكتورة في تربية الطفل، لنأخذ أكثر تفاصيل ونصائح كيف ممكن نتعامل مع أطفالنا. يسعد صباح أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير نورت. رمضان كريم على الجميع يا رب، وإن شاء الله كل الأمهات والمعلمين بألف ألف خير إن شاء الله. وأكيد يعني التربية ليست بالأمر السهل، تربية الأطفال وخصوصا كما ذكرنا يعني اليوم متغيرات كثيرة، في تطورات كثيرة بالحياة، فعم تكون التربية بشكل خلينا نقول أصعب. لكن إذا بدنا نحكي بشكل عام عن احتياجات الطفل اليوم، شو هي عم بتكون؟ هلا مثل ما تفضلتي سابقا كانت مفهومنا للتربيه هو تامين رعايه للطفل، تامين احتياجاته من طعام، رعايه صحيه، طبابه، الاهل بيشتروا للطفل الالعاب، بيامنوا له التعليم. لكن الان شوي شوي عم نكتشف او عم نلاحظ انه الطفل بحاجه لاهتمام اكثر، بحاجه ليشعر بالامان، ليشعر بالحب الغير مشروط، الأهل يمنحوه الثقة. يعني سابقا اللي كان يقدم هو رعاية، ممكن أي شخص ممكن يقدمه للطفل، حتى ممكن جمعية خيرية أو مقدم رعاية للطفل يقدمه، بينما التربية هي بحاجة لتنمية قيم، لتنمية صح. أخلاق ومبادئ عند الطفل. فهي المهمة أو الوظيفة أكفأ الناس ممكن يقوموا فيها هن الأهل، طبعا بعد اطلاعهم على الطرق الحديثة بالتربية، على خصائص نمو الأطفال. فالأطفال الاحتياجات اللي هن اكثر شيء هن بحاجه الى شعور بالامان، الثقه المتبادله بين الاهل والطفل، الحب الغير مشروط، اشباع الاهل، حب المعرفه والاستطلاع والاكتشاف عند الطفل من خلال الاسئله المتكرره، الاسئله اللي ممكن الاهل بيتضايقوا منها احيانا بحسوها كثيره او اجاباتها ممكن تكون غير مفيده للطفل، لكن الطفل ما بيكون هدفه الحصول على اجابه السؤال قد ما بيكون هدفه هو التواصل والشعور بأهميته وقيمته عند أهله. فهي هي من أهم الاحتياجات اللي الطفل بيكون بحاجتها بالمراحل الأولى. ذكرتي نقطة كتير مهمة، أنه الطفل ما بيسأل لحتى يلاقي جواب، لأنه أحياناً بيسأل الطفل بعض الأسئلة أو بأعمار معينة أنه بتحسي حالك بتوقفي بجاوبه الجواب الصحيح، أو ممكن أعطيه معلومة صغيرة. فهون يعني الأم بدنا نوجه لها نصيحة أنه في حال سؤال الطفل أي شيء، كيف نحن ممكن نجاوب عليه، وخصوصاً إذا أشياء ما كتير مهمة بحياة الطفل. هلأ أسئلة الأطفال هي متنوعة وكثيرة، ممكن يكون هدفها معرفي، يتعرف على المحيط، على البيئة، على الأشخاص الموجودين، ممكن يكون هدفها نوع من التواصل، ممكن الطفل يسأل سؤال ونحن وعم نجاوب الطفل نلاحظ أنه هو انشغل بشيء آخر، فبيكون هون هدف الطفل هو التأكد من أنه الأم عم تسمعه، مهتمة فيه، يثبت نفسه أنا موجود. يعني مثل الكثير من السلوكيات اللي بيقوم فيها الطفل ما بيكون هو هدفه إلا لفت النظر
الاثار او التواصل مع الاخرين، لان الاطفال بالمراحل العمريه المبكره احتياجاتهم هي اللي بتمشي سلوكهم، بينما الاكبر قيام الافكار الرغبات، اما الاطفال فاحتياجاتهم. مثلا طفل بحاجه ياكل، ممكن ما يعرف يعبر، ممكن هو يحاول لحاله ياخذ الشيء اللي بده اياه ويخطئ او يصيب الهدف اللي بده اياه. كمان ممكن الطفل بحاجه للاهتمام او بحاجه للتواصل مع الاخرين، او يلعب مع اخوه الاكبر منه، اخوه الاكبر منه عنده دروس ممكن يخرب او ياخذ منه الكتب. فهون الطفل نحن بدنا نشوف شو احتياجه ونعامله على هالاساس، ما بدنا نعامله على اساس صحيح. السلوك اللي هو قام فيه. ممكن يخطئ الطفل وما يقدر يعبر عن احتياجه بالطريقه المناسبه. صحيح. يعني هي احتياجات خلينا نقول بديهيه اليوم. طبعا. يعني دكتوره مريانة عم نشوف انه يعني بنعرف انه الطفل بحاجه اكيد للمأكل، للملبس، للطعام، للرعايه الصحيه، لكن اذا بنتحدث نحن على النقطه الهامه جدا هي الاهل قبل ان الاطفال، يعني كيف هن لازم يمتلكوا هيدا المهارات لحتى يقدروا يلبوا احتياجات الطفل النفسيه، يعني هو بحاجه اكيد لرعايه، لاهتمام، بحاجه متطلبات نفسيه كثير نحن يعني لحتى يكون فينا نفهم الطفل. تمام. هلا اهم مهاره لازم يمتلكوها الوالدين هي الصبر. المربي الناجح هو صبور، لازم يكون في عنده صبر وحسن استماع للطفل وحسن استماع مستمر. يعني أنا الطفل لما بسمعه عم يحكي وبلش أنا بدي حاوره، والأفضل أني اترك الطفل يكمل للآخر، لأن يمكن آخر كلمة تكون هي المفتاح. اتأكد أنه الطفل أنا استمعت له بشكل جيد وأنهى كلامه، وقتها أنا ببلش جاوبه أو استفسر أكثر عن شو هو حابب يعرف أو يكتشف أو يتعلم مني. فأهم مهارة لازم يمتلكوها الوالدين هي الصبر وحسن الاستماع، وكمان الضبط الانفعالي. يعني الأهل ممكن الطفل بسبب ضغوط اللي عندهم الحياة أو الأعمال ممكن يستفزهم الطفل بكلمة أو بتصرف خاطئ، فهون الضبط الانفعال وإدارة المشاعر والانفعالات عند الأهل هو أمر كتير ضروري وبيأثر بشكل كتير كبير على علاقة الطفل بالأهل وعلى علاقة الطفل بالأطفال الآخرين. يعني أنا لما بدي أعلم الطفل أنه أنت إذا كنت حزين أو غاضب لازم تتصرف بهي الطريقة، نهدي شوي نفكر، إذا أنا هيك عم علم الطفل وأنا وقت اللي عم أستفز عم أتصرف بطريقة مخالفة، فأنا الطفل بيتعلم من سلوكي ما رح يتعلم من نصائحي. وهي مهارة ثالثة لازم تكون موجودة عند الأهل، هي أنه لازم ينتبه يكون قدوة، والطفل بنمزجه بنمزج تصرفاته وسلوكه، فلازم يكون عنده أول شيء صبر، استماع، ضبط انفعالي، ويكون منتبه أنه هو قدوة لأطفاله بسلوكه أكثر من كلامه. تمام. وكمان في مهارة هي تحديد الأولويات وإدارة الضغوط، لأني العمل بالبيت وخارج المنزل، هلأ يعني الأمهات والآباء عندهم أعمال داخل المنزل خارج المنزل عندهم ضغوط، فبتلاقي الأم بتقول أنا بحب أقعد مع الولد، ونفس الشيء الأب أنا بحب أني ألعب مع ابني بس ما في وقت. هلأ الوقت الطفل هو أهم شيء موجود عند الأم والأب، وهن أصلاً كل حياتهم وتعبهم كرماله، فيعني لازم يكون في وقت، لازم الأم تلاقي والأب يلاقوا وقت ولو قليل مشترك أو غير مشترك مع الطفل، مع كل طفل لحاله أو مع كل الأطفال الموجودين بالمنزل. هذا بيتعلق بترتيب أولويات الأم والأب مع الأطفال. فلما بيكون الأم والأب عندهم قدرة على ترتيب الأولويات ومعرفة احتياجات الطفل، هو شو بحاجة هلأ، شو الشيء اللي ممكن نحن نقدمه للطفل، نلعب معه، نحكي معه، شو بأي مرحلة عمرية هلأ، شو الخصائص النمائية اللي عم يمر فيها، هو شو بيكتسب مننا بهي المرحلة، نحن شو بحاجة نحكي معه. حتى اللغة والمفردات اللي نحن بنختار مع الطفل نستخدمها لازم تكون منطقات وفق عمر الطفل. هاي المهارات إذا بيمتلكوها الأهل أي شيء بيقدموه للطفل بياخذوا نتيجته بطريقة مضاعفة، وبياخذوا نتيجة مثل ما هن حاطين ببالهم. أما إذا كان ما عند يعني بيجيبوا للطفل الألعاب الجيدة بحطوه بالمدارس والروضات اللي سمعتها منيحة واللي بتقدم خبرات تربوية وتعليمية جيدة، بس هن ما عندهم هاي المهارة للتواصل مع الأطفال، ما عندهم وقت، دائما مضغوطين، ما عندهم الصبر، بيعصبوا بسرعة، سريعي الاستفزاز، ما بيستفيدوا. فنحن بحاجة لتلبية الاحتياجات ولا طرق ومهارات للأهل أو المقدمين الرعاية. صحيح. تماما. نعم. تماما.
مثل ما ذكرت يعني هي تفاصيل كثيرة عم نعيشها مع الطفل ابتداء من أول يوم بيكون موجود فيه الطفل بهيدا البيت، يعني التواصل مع الأم حتى بالنظر إذا ما كان في يعني الطفل يحكي، دائما نتطلع بعيونه دائما. وقت هي مثل ما ذكرتي هي مهارات لازم تكتسبها الأم، وأهم شيء أنه تطلعي بعيون الطفل قد ايه ممكن نقرأ أشياء ممكن التواصل تكون موجودة إن كان بعيون الأهل. يعني أحيانا بنتي بتطلع فيه بتقلي معصبة بدون ما اكون عم بحكي معه ولا كلمه، فانه قد ايه مهم هيدا الموضوع انه يفهموا عليكي من النظره. تمام. هلا التواصل البصري هو امر كثير هام، وهلا صار شوي مفتقد. يمكن الاهل يتواصلوا مع الطفل، يكونوا عم يحكوا معه او يساعدوه بحل وظيفه او حتى عم يلعبوا معه وهن مشغولين، او الام ممكن تكون مشغوله بالمطبخ، او الاب على شغله بالبيت على شغله هو موجود بالبيت او على الهاتف المحمول. فالتواصل البصري مع الاطفال بالوقت الحالي هو الحقيقه كثير ضعيف، لهيك نحن بنلاحظ كثير اطفال اذا هن عم يحكوا معنا ونحن سامعينهم وعم نرد عليهم ونحن ما عم نطلع فيهم بيفكروا انه نحن ما عم نسمعهم لان نحن ما عم نطلع فيهم. فالتواصل البصري كثير مهم مع الطفل، وهو يعني احد المؤشرات. الطفل اللي بيقدر يتواصل معنا بصريا بعمر صغير هو احد مؤشرات انه الطفل سليم، خالي من الامراض بتتعلق بالتوحد، بعدم القدره على الانتباه، هو نوع التواصل البصري. فالتواصل البصري كثير مهم عند الاطفال، وكثير مهم نحن نطلع فيهم وقت اللي بنوجه لهم ملاحظه او بنخبرهم انه نحن بنحبهم او بنخبرهم انه انت طفل ذكي مهذب محبوب. ما يبين انه نحن عم نعطيه صفات بس مجرد صفات، لا نحن نطلع بعيون الطفل ونحكي الكلام اللي بدنا اياه، لان هيك بيوصل بطريقه أسرع وبطريقة تكون أقوى تأثير عند الطفل. تماما. يعني وخصوصا العلاقة السلبية يعني إذا كانت بين الأهل والأطفال بتأثر أكيد على الأطفال وسلوكياتهم وعلى نفسيتهم. صح. فإذا كانت العلاقة كتير سلبية يعني أنه الأهل ما قدروا يمتلكوا هذه المهارات أو انشغال الأهل، خلينا نحط لهم كمان مبررات اليوم بنعرف بضغط هذه الظروف، فممكن ينشغل الأب أو الأم عن الأطفال أو يكونوا بعيدين شوي عنهم نفسيا. يعني نحن عم نحكي بعلاقة نفسية، فكيف نحن قادرين نعزز هذا السلوك من الحالة السلبية إلى الإيجابية؟ هلأ العلاقة بين الأهل والطفل إذا بتكون علاقة إيجابية وبيمتلكوا المهارات بيلبوا الاحتياجات، فهي بتنشأ عنا طفل سوي نفسيا سوي اجتماعيا. بنهاية الطفل هو مشروع أهله الناجح. يعني نحن ما الهدف انه نحن نصنع طفل طبيب او طفل مهندس، لا نحن المهم نصنع طفل سوي، طفل عنده صحة نفسية وصحة اجتماعية وقادر على ممارسة مهارات الحياتية. هلا بالنسبة لانه انا بعض الاهل فعلا بيشتكوا انه انا ما بعرف اتواصل مع ابني، او انا ما عندي الوقت اني اقدر العب معه او اني شاركه بنشاط. تمام. ممكن على طاولة الطعام، يعني الا ما يجتمعوا الاهل على طاولة الطعام يشارك الاب والام الطفل بتحضير اطباق الطعام، بترتيب بعض الالعاب، ترتيب برنامجه على المدرسة او على الروضة، يحطوا الكتب، ترتيب الالعاب، يعني هي شغلات بسيطة لكن فيها نوع من المشاركة وإشعار الطفل أنه أنت فرد بالعائلة، إلك وقتك، إلك اهتمامك، أنت شخص ذو اعتبار. هذا بيزيد ثقة الطفل عند نفسه أنه أنا شخص مهم، أنا ما بس بيعطوني اللي بدي إياه وبيروحوا، لا هن بيعطوني من وقتهم، بيعطوني من الوقت المخصص لشغلهم، بيعطوني من اهتمامهم. هذا كله بيرفع من ثقة الطفل بنفسه وبيزيد قدرته على التواصل مع الآخرين. يعني الطفل الضعيف الثقة بالنفس، ضعيف الشخصية، بيروح على الروضة ما بينسجم مع الآخرين لأنه ما عنده هالإشباع العاطفي والاهتمام بالمنزل. ممكن هو بالروضة يصير يخرب، يصير يأذي رفقاته لحتى يلفت نظر، أو ممكن يصير عنده طفل المتجمد إحجام ما يتواصل مع الآخرين. يعني علاقة الأهل بالطفل بتأثر على علاقته بالروضة وعلى علاقته بالآخرين، هي غير آثار المستقبلية فيما بعد. تماماً. هون عم نحكي عن الاحتياجات النفسية. الاحتياجات المادية اللي هي صارت كتيرة للأسف مع متغيرات الزمن ومتغيرات خلينا نقول الحياة ومتطلباتها، كيف نحن ممكن نتعامل معها؟ يعني بظل الظروف المادية الصعبة للأسف للجميع ما عم بيكونوا قادرين الأهل دائما يكون كل شيء حاضر للطفل.
تمام. هلا الاولاد اكثر شيء بيلاحظوا بموضوع الالعاب بموضوع الادوات المدرسيه. هلا ممكن ما دائما الشغلات اللي بنجيبها من برا البيت هي اللي بتفرح الطفل، نحن بنفكر انه اللعبه اللي بيشتريها الطفل هي بتفرحه اكثر، لا، ممكن انا بالبيت اصنع له لعبه بالمشاركه بيني وبينه، او بالاشغال، او نلون رسمه، او مثل هلا شهر رمضان الفضيل ممكن الاطفال يعملوا انشطه بالبيت مع الاهل، يعملوا هلال او نجمه، بيشوفها الولد بالمشاركه مع الاهل احلى بكثير من اي لعبه ممكن يشتريها من الخارج. هلا نحن في يعني تدريب للاطفال منذ الصغر بدربوهم على اداره ماليه، اداره اقتصاديه، بحسس الولد بالامان انه انت بتمتلك الاشياء الاساسيه اللي انت عندك اياها، وبالتالي وهو عنده بيكون اشباع عاطفي، اشباع نفسي، تواجده مع الاهل، فالطفل ما بيحس بهالفرق الكبير او بهالنقص الكبير اللي ممكن نحن نتخيله. الطفل بيهمه نحن كيف بنقدم له الشغله، وكيف نحن بنتعامل معه بهذا بالالعاب او بتعاملنا اثناء حل وظيفه، او نحن ناخذه على الحديقه نلعب معه اكثر من انه نحن نصرف عليه. يعني الطفل ما بيشعر بقيمه الاشياء الماديه قد ما بيشعر بقيمتها المعنويه بالمشاركه معه. صحيح. لهيك بدنا من حضرتك نصيحه دكتوره لكل حدا عم يسمعنا وخصوصا الاهل بكيفيه التعامل مع الاطفال بطريقه ايجابيه تعزز اكيد حالتهم النفسيه اكثر. اهم شيء مثل ما قلنا الصبر. نعم. يكون الوالدين صبورين ويعرفوا انه الطفوله هي مجبوله بالاخطاء، يعني طفوله من غير اخطاء هي طفوله مبتوره. صحيح. هي اول شيء. ما طبيعيه، ما بحس انه الطفل طبيعي. لا ابدا، فالطفل أنا اكيد ما قادر يتعلم لحاله. تماما، الطفل هو بده يخطا ليتعلم، هذا جزء من الطفوله. عدم لوم الطفل خاصه امام الغرباء. عدم مقارنة الطفل مع الآخرين، يعني هي من المدمرات ثقة الطفل بنفسه. تشجيع الطفل على أي عمل، على أي عمل بسيط نحن بنشوفه إيجابي. بس في أولياء أمور وأهالي بيشتكوا أنه أنا ابني لسه صغير، يعني كيف بدي شجعه أقوي له شخصيته، ما بيعمل شيء مميز حتى أنا أقوي له شخصيته. تمام، نحن إذا فطور صحي ممكن نحط لوحة بالبيت بالمطبخ صغيرة، نحط أنه فطور صحي صح، هي إشارة صح، أو اليوم ابني أكل أكل صحي، حطينا صح، هي الولد بشوفها شغلة كتير عظيمة. أو أنا اليوم ابني بجامته قلعها وعلقها محلهم بعمر 4 سنين ممكن يكون بهي المهارة، هي بنشوفها شغلة كتير عظيمة ومنشجعه عليها، وممكن نحكيها لإخواته التانيين، أو ممكن نحكيها لخالته أو لخاله. إذا أي فعل صغير، التحفيز والتشجيع عند الطفل هو أمر جدا جدا هام، وبيقوي شخصيته وبيزيد ثقته من نفسه وبيعزز سلوكه الإيجابي. بينما أنا إذا كل ما شفت عنده سلوك سلبي بدي ضوي عليه، لا هيك من هلا ذكرتي نقطة النوم. كيف يعني النوم أمام الغرباء؟ إنه الطفل يعني إذا يعني بدنا نفسر الحالة، أي سلوك انا اي سلوك بيقوم فيه الطفل، مثلا اذا رتب ثيابه، اذا رتب ثيابه قلت ثياب النوم، اذا ترتبها وعلقها، فانا هذا السلوك كثير متقدم عند طفل بطفوله ممكن عمر 4 سنين، فانا هذا السلوك بعززه، بقول قدام مثلا اقاربه او انه هو اليوم رتب ثيابه ورتب اغراضه، هو عمل سلوك جيد. ممكن رسم رسمة أنا علقها على الحيط، فأنا هيك كون قويت ثقته بنفسه وعززت الأشياء الإيجابية اللي عنده ولو صحيح. كانت صغيرة. ما ضوينا على كلمة لا، إمتى لازم نقول كلمة لا عند الطفل؟ عند الطفل لازم نقول كلمة لا بالوقت اللي نحن بحاجته، لازم نقولها. هي كلمة معنى أنه أنا بحرم الطفل من شيء، أو أنا الطفل بمنعه في محلات بالأماكن المؤذية للطفل، بالتصرفات اللي الطفل ممكن تسبب له خطر أو أذية، لا أنا وقتها بقول له هذا التصرف خاطئ، بشرح له. أو مثلا عندي أنا قواعد بالبيت، قواعد للأكل، للنوم، للترفيه، للعب، لما الطفل بيحاول أنه يتجاوزها، فأنا بقول له لا، هون نحن متفقين، هون في اتفاق بيني وبينك. نعم تمام. حلو. أكيد دكتورة، يعني كثير نقاط ضوينا عليها بما يخص تربية الطفل، وبالنهاية يعني مثل ما قلتي كل عائلة أو كل أم هي أدرى بشو ممكن تتصرف مع طفلة، وكل طفل هو حالة خاصة دائما. نورتي صباحنا ورمضان كريم عليك يا دكتورة مريانا مستو، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره، بيعطيك الف عافيه، واكيد التوفيق لكل الاهالي يعني لحتى يكونوا هن فعلا قادرين على تربيه اطفالهم وتنشئتهم تنشئه سليمه.